هاي شباب، معاكم تفجير تدمير وفيديو جديد النهارده يا جماعه. هجرب لكم لعبه نازله 97 بس في جرافيك 2021. ايوه يا جدعان، لعبه فاينل فانتسي في دبل اي ريميك انتجريت. في دبل اي دي اللي هي 7. فاينل فانتسي 7 فعلا نزل البلاي ستيشن في سنه 97. انتوا متخيلين الجرافيك كان عامل ازاي؟ 97 دي اللي هي ايام ما كانت جاتا 1 مستطيلات كده من فوق. اللعبة ديت اتعمل لها ريميك للبلاي ستيشن في 2020 ونزلت للبي سي في 2021. ريميك مش ريماستر. الفرق طبعا يا جماعة، ريماستر بيحسن شوية في جرافيك اللعبة بس مش فرق جوهري، اللي هو زي الجاتا تريلوجي او زي لعبة كول اوف ديوتي مودرن وارفير 2. انا لما لعبت الريماستر لقيت اللعبة متحسنة شوية، الانفجارات اقوى وكل حاجة، ولكن جرافيك اللعبة نفسه ما تحسش ان في فرق واو. انما الريميك يا جماعه اللعبه بتتنقل في حته تانيه خالص، زي مافيا 1. فاكرين مافيا 1 كان جرافيكها عامل ازاي؟ لما اتعمل منها ريميك اللعبه اتنقلت نقله تانيه، اللعبه بقت كانها فيلم سينمائي. فالنهارده اللعبه بتاعتنا ديت لعبه من سنه 97 واتعمل لها ريميك، فعايزين نشوف بقى هتبقى عامله ازاي. متحمس جدا لتجربتها. بالمناسبه يا جماعه اللعبه ديت موجوده على الايبك ستور، لو حابب تدعمني انت تشير لعبه فممكن تشتريها من اللينك اللي هسيبه لك في الديسكربشن. عايز اقول لكم يا جماعه اللعبه مساحتها قرب 100 جيجا، انا خلصت الباقه على اللعبه يا جدعان. بحب اشكر جدا شركه ايبك جيمز عشان هم اللي بعتوا لي الكي بتاع اللعبه ديت. قبل ما نبدا بس عايزين لايك سبسكرايب شير حماس عشان هنخربها يا جدعان ان شاء الله. يلا بينا. اللعبه دي تبع سكورينكس، ده اللي هو اللي عمله جاست كوز والحاجات دي. ليتس جو نيو جيم. يلا ديفولت يا حبيبي. ايه ده، ايزي كلاسيك وايزي عادي ونورمال كلاسيك ونورمال عادي، انا اول مره اشوف كده. انا هختار ايزي يا جماعه، مش عايزين نصعبها على نفسنا. متحمس جدا يا جماعه، متحمس جدا. انا اصلا ما لعبتش الفيرجن اللي كان ايام 97 ده، ما كانش عندي بلاي ستيشن اصلا. انا الكمبيوتر نفسه، انا ما كانش عندي كمبيوتر الا في سنه 2000 و مش فاكر والله 2000 وكام، 2000 تقريبا، 2000 سنة 2000. فاصلا انا ما كانش عندي بلاي ستيشن زمان اساسا، بس انا شفت جرافيك الجزء القديم دوت صور على جوجل. اللعبة ضايعة يعني الجرافيك ضايع خالص، فعايز اشوف يعني الشكل يعني ايه يا جماعة. ده معقولة؟ ده ايه ده؟ استنوا كده ما نشوف بس، انا تمعن اكتر دلوقتي. اوبا، ده حاجة تانية خالص يا جدعان. عندي احساس شوية ان جرافيكها مقارب لمافيا 1 ريميك، اللي هو الديفينيتيف اديشن بتاع مافيا 1. لا بس بصراحة يا جماعة يعني فرق مهول. بس خلينا نشوف كده، هل ده كاتسين ولا ده جرافيك اللعبة نفسها؟ استنوا كده ما يخلص الكاتسين ده هنشوف. باي، لعبة رعب ولا ايه يا جدعان؟ ما بتخضناش بقى يا بنت. هوبا، ايه اللي بيحصل ده؟ شو 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 شوكي شو شو ايه ده؟ ايه ده انجليزي ده يا مرسي؟ يوكو شو، انا مش عارف بصراحة ايه المكتوب دوت، يعني مش عارف بصراحة. هوبا يا جدعان. اوه بصوا شعر البت، مستحيل. ايه ده يا جدعان، دي اللعبة اللي كانت في 97. اللعبة اتنقلت حاجة تانية خالص يا جماعة. ايه ده بجد، اللعبة بقت كأنها في ألعاب كتير يا جماعة في دماغي نفسي ان يتعمل لها ريميك. مش يا بجد، في ألعاب كتير بتمنى ان يتعمل لها ريميك. ده الموسيقى ده حلوة قوي. اوبا يا، طب اتأسف يا اخي، ده دوق على الوردة بتأسف. اوبا ايه ده، هما بيعملوا ايه ده، بيعملوا كده ليه؟ ده داس على الوردة متأسف. ايه ده، ايه يا جماعة ده يا جماعة، ايه ده، هما بيعملوا مع البت كده ليه؟ ليه كده يعني ليه؟
والله حرام يعني اللي بيحصل ده. هي فيها سواقة عربيات ولا ايه يا جدعان؟ حقها لو تكون لعبة عالم مفتوح ولا ده تبقى حاجة مزاج؟ يا ريت يعني. ماذا يحدث؟ واتس هابينينج؟ طب طيارات؟ ايه ده فيها طيارات؟ حلو، عايزين اكشن بقى. قشطة يلا. اوبا قطر كمان، وايه يا جدعان؟ ماشي عايزين نبدأ بقى. انا متحمس، الحماس واخدني وايدي على الماوس وعايز ابدأ بقى. ايه ده ايه ده يا جماعة الشرار ده؟ ايش يا لهوي، القطر هيولع يا جدعان. وايه ده مركبين لولا بنيون في القطر ولا ايه؟ بصوا في الجنب وايه اللي بيفز تحت نفس. ايه ده مين دول؟ بس في حاجه يا جماعه انا ملاحظه، رغم ان انا عامل اللعبه على 60 فريم بس حاسس ان هي مش 60 فريم، يعني اللعبه مش سموث كده، تحس في بطء شويه، في تقل كده شويه. مين اللي بيقحى ده؟ في كورونا ولا ايه؟ مين هناك؟ مين هناك؟ سلم. هوبا حلوه دي. هوبا البنت دي طلعت شالته بطنه. ما تخافش ده عشان نعمل لك سكس باكس. انا كنت بشوف في الجيم يا جدعان الكابتن يقعد يضرب العيال في بطنهم عشان يعمل لهم سكس باكس، مش عارف ده ليه يعني بصراحه. ايه ده ومين ده كمان؟ مين ده؟ مين الراجل الضخم ده؟ يخرب بيته. ومين العيل التخين اللي هناك اللي بيجري ده؟ ايه ده 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 في ايده؟ بصوا مين جن في ايده يا لهوي كده. اوبا ومين كل ده؟ سيف؟ كل ده سيف؟ ليه خبر ده البطل الرئيسي ولا ايه؟ ده انت لو شفت يا جدعان الشخصية دي في اللعبة بتاعت مين دول كمان؟ لو شفته بتاعت 97 كان الشخصية دي شكلها عامل ازاي؟ ورغم كده اكيد اللي لعب اللعبة سنة 97 هيقول ها ايه الجرافيك ده؟ هنوصل لفين بالجرافيك؟ تعالى حبيب انت وهو. صح كنت بتعمله كده ولا لا؟ انا بالنسبة لي جاتا 1 كنت بلعبها وهي مستطيلات كده من فوق، بالنسبة لي ده كان يعني ايه ده؟ ايه ده بقول في لعبه كده والله كده. هو انا هيلب وات حبيبي وات في ايه؟ ايه من الراجل التخين ده يخرب بيته؟ ايه يا ابني ده؟ خس يا ابني. هاي فاهم سيف عملاق. ايه ده ادوس اف ومش عارف اعمل ايه و... طب يلا 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 تعالى حبيبي انت وهو حبيبي. خد ايه ده ادوس مش عارف ادوس ايه بقى. ما علينا ماشي خلاص خلاص. خد يا حبيبي الولد طار يا جدعان، الولد طار. nothing to it. انا شركته خالص. لا ايه كل شويه يجوا دروب زوبن. ايه يا عم انا ما الام دي مضايقاني كل شويه. اه ده عشان تطر يعني. اه ماشي ماشي يا سيدي. يا سيدي ما ينفعش اخد سلاحه. طب ما هو سايبه اهو في الارض. اه ده اختفى. كان نفسي مش انا مش عايز يعني اقعد العب بالسيف بس مفيش حاجه جديده. ايه تو اوبن مش عارف ايه. ماشي يا سيد نفتح الصناديق دي جواها لوت. تو بوشنز. ايه البوشنز دي؟ وات از ذا بوشنز؟ هواي از ذا بوشنز. اروح فين انا كده؟ اروح كده اهو. ايه ده في ايه تاني؟ اه ماشي يا سيد خلاص عرفت اهو. اقدر اكسر صناديق كمان. ماشي يا سيدي. ما اقدرش اركب القطر طيب؟ عايز اركب القطر. لا ماليش دعوة انا عايز اركب القطر ماليش دعوة. ايه ده مين ده؟ ده تبعي ده. انت يا بتعمل ايه هنا يا اف البت دي؟ بص شعرها يعني. What was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. Still, he's a professional, unlike the rest of us. I'm glad to have him.
مين الواد التخين ده؟ ايه ده يالا؟ اعمل رجيم يا ابني. يا عم انت هترجع في وشنا ولا ايه ده؟ بصوا بس السلاح عامل ازاي؟ اضربه؟ ايه ده؟ لا ما اضربوش. امال ايه؟ اكلمه ولا اعمل ايه؟ خلاص خلاص يلا مش عايزين رخي يدخلونا بعد اذنكم. عايز اخش ما ينفعش اخش. طب اعمل ايه بقى؟ اروح مع الراجل ده؟ الله يا عم اشيل ايدك كده يخرب بيتك. انت ايه ده؟ بصوا ايده يا جماعه، ده ايه ده؟ والميني جن في ايده، ده مركب الميني جن في ايده ولا ايه؟ اديني يا عم السلاح اللي معاك ده يا عم. يا جماعه انا مش هقعد احارب بسيف، انا عايز رشاش. معلش انا عايز رشاشات وحاجات. مش اشمعنى هما ماسكين اسلحه وانا يعني؟ ايه ده؟ هما بيستعبطوني ولا ايه؟ شوف عضلاته يخرب بيته. ايه ده؟ عضلاته هتفسد دلوقتي. يا عم اركن على جنبي كده، انت مرعب، شكله مرعب، يخرب بيته. ايه ده؟ ضغط ضغط. يلا ايه ده؟ انا هطلع فوق خالص. ايه ده؟ في ايه فوق؟ اوف، حريقه دي ولا ايه ده ولا ايه؟ طب يلا دونت ترن اوف ذا باور ولا ترن اوف ذا باور، انا مش فاهم. تو لوك جي اجين تو ان لوك جي، تو لوك جي ان لوك بابي لوك تو سويتش. زراير كتير قوي. ما تعالى تعالى. اه يا حبيبي قشطه قشطه. ايه يا جدعان ده؟ انا بصت انا روقت على الكلب ده خالص. اوعى تصحى تاني يالا، خرب بيتك. اروح فين انا؟ وير كان اي جو؟ وير ايه ده؟ قفلوا الباب ولا ايه؟ انت عايزين من؟ لا ما قفلوش الباب، اتخضيت والله، فكرت قفلوا عليا الباب. طب انا اروح فين؟ ما انا مش عارف. هذا اسانسير، اسانسير يا شباب. كل ده سيف يعني؟ ما انا مش عارف يعني ايه. طب شايله ازاي؟ انا مش عارف، مش عارف دي بت اصلا شايلاه ازاي دي، مش عارف انا. اوبا ايه ده؟ مش دول الناس بتوعي؟ هما سبقوني هنا ازاي؟ اوبا اخش بعد اذنكم، اخش ممكن؟ انا الاول ليدس فيرست. مش عارف اخش، بوطي ازاي؟ مش عارف اوطي. اف جايين لي. يا لهوي اتزنقت انا. انت عديت تتلكعه والكلب ده عامل كده ليه؟ يخرب بيته، يخرب بيت منظرك. تعالى حبيبي انت وهو. هاي اديله اديله كلب على نفسك. يلا يا انت ترجع في الشيلة. طيب يلا ليتس جو ليتس جو. يلا ايوه كده ليتس جو. راحوا فين العيال اللي كانوا معايا؟ بصوا النودة لا لما شافوا يعني جيروا وسابوني. انتوا طب دفعوا عني. ماشي اديله اديله يا حبيبي اديله اديله. يلا في ايه هنا؟ مفيش طب مولوتوفات قنابل اي حاجه. انا ما زهقت من السيف ده، مش عايز انا يعني حرام يعني هقعد احارب بسيف طول الوقت. انا مش عايز سلاحه، عايز سلاح. شوف الندله، انا عايز سلاحه يا شباب. ايه soldiers may attack on command but I عايز اعرف مين الراجل ده وعايز ايه ده؟ بص يعني طب ما دافعش عني ليه لما كانوا لما هجموا عليا؟ ما بيستخدمش السلاح اللي معاه ده ليه؟ مش فاهم.
Ain't holding out on me, are you? تعمل أي حاجة عم ولا ده منظر على الفاضي الراجل ده. Scared to bite the hand. عضلات على الفاضي لكن ما تلاقيش السلاح. ماسك السلاح كده منظر ما بيعملش بأي حاجة. Have it your way, mutt. We can do this with you or we can do this without you. ما تزعلش كده يا عم. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. دخلوني طيب وال يلا who's there door اما هو الزر ايه وهو عم هو ايه ما تضرب يا عم بالسلاح اللي معاك ده ما اعرف يا راجل ده منظر على الفاضي والله اتسوفر لا مش اتسوفر يا حبيبي تعالوا لي اتسوفر ماشي انا هعلمك الاتسوفر دي زراير كتير قوي تعالوا لي مش اتسوفر اهي اتسوفر بجد اهي اهو ما هي اتسوفر صح اهي ماشي انا اعلمك ازاي انا اعلمك ازاي تقول اتسوفر هي اتسوفر فعلا هي انت عندك حق هي اتسوفر طيب يلا افتح يا حاج انت انت يا بنت بسكوت الصراف انت في ال... ماشي ماشي شكرا شكرا يا جاسي طب هات الرشاش اللي معاك ده يا جاسي انا زهقت من السيف يا جاسي خد انت السيف شويه يا جاسي مش هينفع يا جاسي والله ما بعرفش ايه الفونكس والبونكس وما اعرفش ايه الحاجات اللي انا باخدها دي الصراحه بجد يعني انا ما اعرفش ده ايه انا بقى باخد وخلاص تعالى انت اتكلم ماشي طب انا مش عارف الراجل ده دخل هنا ازاي مش ده كان مش ده كان اتزنق بره مش فاهم انا يعني ده بيحصل ازاي انا مش عارف So you know Tifa right It's not really my business but are you guys close ده بيفتكر ذكريات بتفتكر ذكريات البت ولا ايه تقريبا في ذكريات Are you ignoring me? مش بجهلك لا مش بجهلك. ايه ده البت عسل ايه ده هي دي وهي صغيره ولا ايه هي دي ست ولا راجل بص صوتها كان عامل ازاي صوتها ده صوت راجل ده مش صوت ست ده انا مش عارف والله وبعدين ايه بنطلون علاء الدين ده ولا ايه ده بصوا يا جماعه هنا ايه ده في لمعانات هنا حلو ايه ده ايه المكان ده These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they ده معلمين علينا ليه هيعملوا فينا ايه the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest and it doesn't care. You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's going البنت اللي شعرها بني جرافيك الشعر بتاعها احسن من البطل بتاع اللعبه او البطله بتاعه اللعبه مش عارف مش عارف بطل اللعبه راجل ولا ست اساسا يعني تحس الشعر هنا مش جرافيك مش اللي هو قوي الشعر هنا سايح كده وجميل هنا تحس ايه الشعر مبكسل شويه او ما اعرفش مش عارف اوصف ازاي يعني بص تحس ايه الشعر ده صافي اكتر من التاني اكتر من الشعر الابيض ده بصوا هنا مش اوبا اوبا لا 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 ما تضرب بقى بالمدفع اللي معاك ده عامل لك حاجه ده من اول اللعبه ما عملش حاجه الراجل ده انا مش عارف ده منظر يلا اشتغل لك
One false move. يوم لما ينشن السلاح اللي معايا ينشنه علينا. ايوه كده يا اخ اعمل لك اي حاجه. ودي شعرها حلو برضه. There's some places a sword just can't reach. Just bear with him for me, would you? Should have asked for more money. ليش؟ مش همسمي. خلاص مش عايزين رخ. يلا ليتس جو. اف الله تاني. اوبا يا لهوي اضرب يا عم. ايه ده انا احول الشخصيه ولا ايه؟ طيب. Gonna throw your sword at him? Let the man with the gun go to work. ايه ده انا بضرب فين؟ اوبا ايوه يا جدعان اخي بقيت شخصيه ثانيه. اقدر اضرب نار دلوقتي. ايوه كده يا عم مش عارف انشن. اوبا اوبا يلا يلا اشحن اشحن. ايه ده؟ ايه وايل كنترول تون. كل دي زراير يا جدعان كل دي زراير. ايه ده؟ اوبا 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 شفتوا دي؟ شفتوا دي يا جدعان؟ يا سيدي يا جماعه الاكشن ده. اوبا 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 السلاح بيسخن بسرعه. ايه ده 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 حلو قوي تغيير الشخصيه ده. ايوه كده ايوه كده ايوه كده الاكشن بتاع الراجل ده. الله رجعت تاني بدي ليه بس كنت عايز اضرب ببنويه. طيب ماشي خلاص بس حلو تبديل الشخصيات دي عجباني. Those things will hurt more than your pride if you're careless. They'll cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Yeah. Figure out the timing of the lasers. Then make a move when they cycle off. Exactly. I'll go first. Nothing like a little danger to get the blood pumping. Hey. Just keep those blades of yours on me. يلا يا جدعان الزرار كتير قوي انا احفظ كل ده ازاي؟ كنترول تو داش والت تو كيب داشنج. يعني ايه داش؟ اداش ازاي واكيب داشنج ازاي؟ مش فاهم. اوبا ايه ده؟ اوف اتلسعت. معرفش. انا بستنى لما الليزر ده يطفي واقوم ايه ده مش عارف اخد حاجه من هنا. يلا انا عايز اتحول على البت اللي معاها الرشاش دي. اوبا ايه ده يا لهوي؟ ايه ده يا جدعان؟ يا لهوي يخرب بيته روبوت برشاشات ولا ايه ده يا لهوي يا جدعان؟ ده ايه دوت؟ انا مقلق منه. طب انا هعمل ايه؟ طب ده ايه هنركبه؟ طب فين فين اتخضيت؟ اتخضيت يخرب بيتك. يا سيدي يا سيدي اديله اديله. ايه ده حلوه دي حلوه دي حلوه دي. بص في منتصف الجبهه يا سيدي. ايه اديله. ايه ايه استجل ايه؟ يا سيدي يا عم بقى الزرار اللي كل شويه بتيجي دي. عايزين نستمتع بالاكشن. اديله اديله. حلو حلو. يا سيدي يا سيدي. ايوه بقى. طب الراجل اللي بالميني جن ما يخلص. ما هو بيضرب معايا اهو. اوبا اوبا خلاص خلاص. اوه انفجر البتاع بقى. اتحدى ايه ده اللي كان سايقها؟ لا دي البت اللي معانا يا جدعان. حتى اكشن انما ايه بس جرافيك شعر الشخصيه الاساسيه مش تحس في حاجه كده مش مظبوطه. مش اللي هو قوي لا مش مظبوط يعني. لا لا بص بص تحس بص لما تركزوا كده تحس في حاجه في ال هوبا الباب كان هيقفل على هي. عايزين اكشن تاني. ايه ده بقى؟ That's our target, the reactor core.
طب هي اللعبه على بعضها كده ولا في مهمات ولا ايه؟ انا مش عارف. مفيش حتت نسيف؟ طيب يعني انا مش يا اماكن عاليه قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ممكن اسيف اف واحد. تمام، بس المنيو اللي اقفل بيها اللعبة، انا اللي عايز اقفل اللعبة مش ولا هي سيستم. لا ممكن اخش على المنيو عادي بس بام. انا كنت مفكر ان ما ينفعش خالص، يعني كنت بدوس اسكيب ما كانش بيجيب لي المنيو، هي بام. ايه ده؟ في اصوات غريبة. يا مكان عالية قوي. يا لهوي، سلم مخيف. ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا بصوا الحاجات اللي ماشية هناك دي، وحوش غريبة زي اللي قتلناهم من شوية. الراجل بتاع الميني جن كان قتلهم. ما تحولونا على بتاع الميني جن. هو انا ما اقدرش احول انا؟ يعني انا عايز احول على الشخص. في سويتش كاركتر. ايه ده؟ انا اقدر انا احول الكاركتر. طب حلو كده. ايوه كده، انا العب بمزاج بالسهم يا جدعان. انا كنت مفكر ان انا ان هي بتتغير تلقائي. لا، انا اللي اقدر اغير. ليه تحول ليه تاني؟ انا مش عايز. الظاهر في حتت معينة اقدر اغير وحتت لا، يعني حتى زي دي المفروض ينفع. ايوه، لان دول عايزين مني جن على طول. يا سيدي على الاكشن، اديني في الاكشن. ايوه بقى، الظاهر الراجل ده تخصص ال انا مش عارف بصراحه ايه الوحوش دي، طماطم دي ولا ايه اللي طلع لنا ده، بس الراجل ده تخصص الحاجات دي. يعني لما الاقي الحاجات دي اقوم احول عليه، انما اي حد تاني عادي اتعامل انا بالسيف. طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ يعني انا اعمل ايه؟ What can I do? What can I do? Please. سلم تاني. تعبت والله من نزول السلالم يا شباب. يعني حطوا لنا اسانسيرات. طيب مثلا يعني اسانسيرات اي حاجة، انما كده ما ينفعش. خلاص خلاص. بصوا المية. All right. Let's see if little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on. ايه ده بقى؟ Do the قنبلة. Prove to me you're the man Tifa says you are. ده شكلها قنبلة. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job. هات يا عم. انا تفجير وتدمير تخصص الحاجات دي. هات يا عم. هات يا حبيبي تخصصي ده. سيب لي القنبلة دي واتفرج انا هعمل ايه دلوقتي. بقى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ هو حط ايه بالظبط؟ بص الشعر هنا يا جماعة مش دقيق، مش الجرافيك مش صافي في الشعر. يعني بصوا الايدين الدراعات صافي جدا وجميل، لكن في الشعر تحس فيه. ايه ده؟ دي اظبط القنبلة 20 دقيقة. يلا. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. هوبا. عايز احول الشخصية، عايز احول الشخصية. ايوه اديله. تعالى لي ده، لازم الميني جامب ده. الحاجات دي ما ينفعش فيها ال ينفع يضربني بليزر. ليزر انط ازاي؟ تعالى تعالى.
We barely scratched the damn thing. Didn't I tell you to use magic? Thought you were full of shit. Think whatever you want. ده. Just do it. اه بكليك. اقتله. يلا عبيت يلا تعال لي هنا. خلاص خلاص قرب قرب. لا مش ايه يا عم يلا بقى. خرب بيتك. ايه ده وحش كبير قوي. ايه ده؟ اوبا ده لا ده طار. اوف 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 يخرب بيتك. ايه ده؟ ايه ده هيروح فين؟ هيروح فين؟ يا لهوي يا لهوي يا جدعان. ايه ده يا جدعان بصوا منظره. يخرب بيت اللي جابك. ايه ده بتضرب فيني احول؟ يا احول. يلا يلا يلا. الاستنشن. الاستنشن مع الشخصية التانية. التانية هي اللي معاها القنبلة. ايه ده طب القنبلة فين؟ القنبلة هتنفجر بعد 20 دقيقة. انا مش عارف بصراحة هو في ايه. لما كان كنت خليت القنبلة معايا احسن. يلا يا عم بقى ده ما بقى ايه ده ما بي ده ما بيموتش ده ليه؟ ناوي تعبتني يا اخي. ايه ده بصوا بينشن تلقائي على الوحش وهو فوق. ما تموت بقى يا عم. يخرب بيته ده بيلوش بيلوش. ده ما بيتفهمش يا جدعان. ما بيموتش ما بيموتش ما بيموتش. مش عايز يموت. يعني انا مش عارف بقى ازاي كده يعني. ايوه ايوه يلا يلا فرصة يلا. ها 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 بسرعة. ايوه يلا يلا يلا. لا لا ممكن دي نجرب دي شوية يا جدعان. خرب بيته ما بيموتش. ايه ده عامل له ايه يعني ده؟ هو بيعمل ايه فوق؟ ما بيموتش. ايه الله تاني يخرب بيت شغلانه. ايه ده هيضرب ايه؟ اوه نووي ده ولا يخرب بيته. يا لهوي يا جدع. اوبا بابا 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 بابا. الله 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 الله. تفجير وتدبير. ايوه بقى ولعت يا جدعان ولعت. واتش ذا تيل يو دونت وان تو بي هيت باي ذات ليزر. ايه ده ايه ده فين؟ عايز اضرب على اللي فوق دي. ايه هوبا ايه ده يا لهوي. ما بيموتش يا جدعان. انا تعبت. ايه ايوه في امل. ايه انا تعبت بصراحه تعبت. ما بيموتش يخرب بيته. ده بيوقع ايه علينا ده؟ ده ايه في امل ولا ايه؟ هيضرب ايه تاني ده؟ البيت اللي جابك وحش عنيف يعني يعني بيلوش بيلوش ما بيتفهمش ده. قربنا. ده اتهبل اتهبل الوحش اتهبل. يا اما نحاول على الشخصية التانية من وراه كده تروق عليه.
It's not gonna go down easy. Focus. You focus, soldier boy. You ain't gotta worry about me missing my shot. اخيرا. ايه بيحصل له ايه تاني؟ ده بيتحول ده ولا ايه؟ عم موت بقى، تعبنا بقى، يخرب بيتك. الله تاني. اوف اوف. ايه ده؟ اوه القنبلة انفجرت. اوبه. ايه ده يا جدعان الاكشن ده؟ البومب. ايه ده؟ لا لسه بدري. ايه ده؟ كل ده وعشرين دقيقة لسه هتبدأ من دلوقتي؟ لا 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 لا، الحتة دي صايعة. حتة اكشن رهيبة. استمتعت قوي في الحتة دي يا جدعان. جميلة جميلة. بس النار مش اللي هي قوي يعني. انت عارفيني طبعا بهتم قوي بحتة الجرافيك. بص تحسوا، بصوا ريزوليشن النار مبكسلة او مش مبكسلة، مش صافية، مش اللي هي. لا ايه ده؟ ده القنبلة، لازم نخرج من المكان قبل ما القنبلة تفرقع. انا مش عارف اروح فين اساسا. سلم اهو. انا عايز اشوف المكان ده اما ينفجر هيبقى عامل ازاي. ده هو ده بقى التفجير والتدمير بقى يا جدعان. انا هوري لكم الانفجار ده. بس لازم اخرج انا من المكان عشان ما انفجرش انا جواه. كونسنتريت. ايه ده؟ يعني حتى وانا بهرب شغلانه. ايه دي؟ بعتين لي وحوش وانا بهرب. انا فاضلكوا. يلا هوبا. لسه 18 دقيقة بس. هوبا هوبا. ايه ده؟ هوبا 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 هوبا. الله 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 الله. ايه ده؟ انا كده هعمل ايه؟ اوف يا لهوي، كنت هقع. اروح فين انا كده؟ ايوه حلو حلو حلو. اوبا البت دي، عايز انقذ البت. يا لهوي يا حرام. My hero. Hey, we'll link up over there. Look after Jesse. ايه ده؟ في برميل اللي هينفجر ولا ايه؟ عايز اجري بسرعه. Come this way. ماشي يلا يلا يلا. This route should lead us straight to Barry. Probably. يلا 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 يلا. هنلحق ولا ايه؟ We're running out of time. Shut up and climb. You're not helping. Sorry, it just it keeps me focused. I'll freak out if I don't talk. Have it your way. يلا 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 بسرعة بسرعة. ايه ده؟ ايه هو ايه الوحوش؟ يعني انا مش عارف ده ايه اللي جاي لنا ده؟ دي ايه دي؟ ده ايه اللي بي؟ ايه ده؟ مين اللي ضربها؟ ايوه كده اديله. يا سيدي سولجر بوي تعالالي تعالولي. ايوه بقى يلا 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 اجري. يا لهوي القنبلة قربت تنفجر. بس حاطيني وقت بجد يعني. طب انا ايه ده؟ لا 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 تاني ده يا عم. في ايه يا عم انت ده؟ Yes.
Let's get this over with. No, you're mine. با حلوة دي. عايز احاول على الثاني. اديله. نط يا ابا. ايوه بقى. ايوه بقى. يا سيدي هوبا يا جدعان حتى تنفجر عينك. يلا 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 هوبا. ماشي انا مش عارف انا خدت ايه بس ماشي. تعالوا لي. اروح فين انا؟ يلا 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 هوبا. ما اعرفش والله ايه البوشن اللي انا باخده ده بس اه بوشن بوشن ماشي. اما بقى يا سيدي اديله. That was easy. Easy يا عزيزي. الموسيقى دي اكشن اوي. ايه البوشن ده؟ معايا بوشن. ما هو ايه البوشن ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا شقلطت الراجل خالص. هم هات الراجل التاني بسرعة. ولا ايوه بقى. اذا اضرب اضرب اضرب. ايوه هوبا هوبا. لا 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 اوف. بسرعة بسرعة. ايوه كده. يلا يلا تعالى تعالى. افتح يا عم الباب ده. افتح. والله الاسانسير ما ايه ده. انا حاسس يا جماعه ان هيبقى انفجار. ما هو ايه ده. ايوه كده ايوه كده. كويس ان مش هنستنى 20 دقيقه بجد. هوبا يا لهوي. ايه ده بس كده الانفجار ده؟ انا اتعشمت بقى وقلت يعني مش عارف اقول ايه. والله خذلتوني والله. ده انا قلت هيبقى بوم بقى انفجار ما شفتوش في اي لعبه قبل كده. بصراحه الانفجار خذلني. اوبا اوبا. ايوه ايوه بقى. ايوه هو ده انا عايز ده. ايه ده كله بيه. اوبا اوبا يا جدعان. اوبا يا جدعان. اوبا يا جدعان. يا لهوي اديله يا نا. ايه ده يا جدعان؟ يا لهوي ايه ده اللي حصل ده؟ كمون كمون كمون. ايه ده ايه ده؟ البت نامت. اللي حصل ده ايه ده؟ ايه ده ماله ده؟ ايه ده ليه؟ هو في ايه تاني؟ ايه ده الظاهر المبنى لسه بينفجر. واو واو واو. ايه اوبا يا جدعان. Can you walk? يعني If I couldn't, believe me, you'd be the first to know. I'll take that as a yes. انا اوبا يا لو. اوف 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 اوف. لا 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 لا. Okay, that was pretty cool. All right, come on. هوبا تاني. يا لهو. ايه ده يا جدعان؟ واو واو.
ده ولا انفجار نووي. ده ولا انفجار نووي. با جدعان با يعني يا جدعان على متعة الاكشن اللي في اللعبة دي. يعني looks like we made it and with nothing مزاج مزاج مزاج. اوه ايه تاني؟ انا كده خلصت شابتر كامل. ده كده شابتر 2. بصراحة يا جماعة اللعبة الاكشن اللي فيها انا فجأة يعني بصوا يا جماعة انا في بداية اللعبة كنت حاسس بان عمال اضرب بالسيف وخلاص ومش عارف ايه، وفجأة اللعبة تحولت لحاجة تانية خالص. فجأة بقيت حاسس ان انا جوه فيلم سينمائي اكشن. ايه ده يا جماعة؟ بجد اللعبة جميلة جدا، بس عندي ملحوظة ان في الجرافيك هو طبعا في تحول رهيب يا جماعة. اللعبة 97 كانت جرافيك هبل، يعني اللعبة بقت حاجة تانية خالص، بس كان ناقصه بس ان هو يتظبط شويه عن كده. بعض الحاجات مش دقيقه، يعني عايز اقول ايه، الشعر مثلا زي ما بقول لكم هنا تحس انه مش صافي. الجرافيك بتاع اللعبه حلو حلو، ولكن في بعض الحاجات مش بالمستوى المطلوب. يعني كنت عايزه بس الجرافيك يبقى ايه، ثابت على كله، مش حاجه وحاجه. يعني بصوا يا جماعه ركزوا معايا هنا في الصوره دي، لو ركزتوا قوي تلاحظوا الشخصية فعلا. بصوا الشعر مش بصوا الشعر عامل ازاي، والجسم عامل ازاي. الجسم دقيق جدا وصافي، وتلاقي الشعر بصوا عامل ازاي. هو ده قصدي. يعني بصوا هنا يا جماعة الجرافيك الشخصية ممتاز جدا، والايدين واقعية جدا وكل حاجة، بس تيجي تبص الشعر تحس ان الشعر مش اللي هو، في حين ان الشخصيات التانية الشعر بتاعها افضل كتير. برضو الانفجارات اللي في الاول كانت مش قد كده، الحرائق اللي في الاول، لكن لما جه المبنى ينفجر كان في انفجارات رهيبة، حاجة تانية خالص. فبجد يا جماعة لا انا اتمزجت باللعبة بصراحة. لعبة حلوة، يعني لعبة حلوة. ياريت بقى يا جماعة تكتبوا لي في الكومنتات عجبكم الفيديو ولا لا، وايه رأيكم في اللعبة. وشكرا لكم يا جماعة على مشاهدة الفيديو، ويا رب تكونوا استمتعتوا. بس كده يا جدعان، السلام، اشوفكم في فيديو جديد. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying saying you miss having me around.